في هذه الأثناء يتوقع أن تشهد سوق السفر الجوي تبديلات كبيرة في أدوار اللاعبين، تبدأ بوصول وشيك للسوق الصينية إلى القمة ولا تنتهي بذلك. ستتجاوز الصين الولايات المتحدة كأكبر سوق للسفر الجوي في العالم بحلول العام 2022. هذا ما خلص إليه تقرير حديث لاتحاد النقل الجوي أياتا حول سوق السفر الجوي في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة. واستندت التوقعات إلى النمو السريع نسبيا الذي حققته الصين، والذي سيجعلها تضيف 921 مليون مسافر في 2036، بالتزامن مع تباطؤ النمو الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستضيف بالمقابل 491 مليونا. وذكر التقرير إن 7 مليارات و800 مليون راكب من حول العالم سيسافرون جوا بحلول 2036، أي حوالي ضعف العدد المتوقع لهذا العام، والبالغ 4 مليارات راكب بناء على معدل النمو السنوي المركب 3.6%. وبما أن العديد من الأسواق سريعة النمو تحقق معدل نمو مركب يتجاوز 7% سنوياً، وضع التقرير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أكبر مصادر الطلب العالمي، إذ ستكون المنطقة محطة انطلاق أكثر من نصف أعداد المسافرين الجدد خلال العقدين القادمين. وستنضم تايلاند وتركيا وألمانيا وإسبانيا واليابان إلى أكبر 10 أسواق في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة، بينما ستتراجع مرتبة المملكة المتحدة إلى المركز الخامس، وهي التي تعد ثالث أكبر سوق في العالم حاليا. ويبدو أن التراجع الذي سيصيب بريطانيا سيبدأ في 2025 عندما تسبقها الهند، ثم يتواصل في 2030 حين تسبقها اندونيسيا. وبدءا من العام 2030 لن تكون فرنسا وإيطاليا ضمن قائمة العشر الأوائل، وسيتراجع ترتيبهما إلى المركز 11 و12 على التوالي.